واستطعت ونجحت بأن تجر القاعدة الإسلام السياسي ولا جمهور الإسلام السياسي إلى مربعات الدفاع عن الديمقراطية. هذا فيه كثير من الادعاء مشك يعني، لأنه لكن هذا اللي حبيت نقوله هو أن التجربة الديمقراطية ليس نحن، لكن التجربة الديمقراطية قادت المجتمع التونسي الآن إلى خلق هذا الشارع الذي يدافع على المسألة الديمقراطية، والمتكون من أطراف. لو مثلا نذكر أن كنت ناشط في الحركة الطلابية وفي الثمانينات، كان اليسار التونسي يعتبر أن الديمقراطية الغربية هي نوع من الاختراق الرأسمالي والإمبريالي، وكان الإسلاميين يعتبرون أن الديمقراطية هي غزو حضاري ونوع من أنواع الكفر. اليوم نهار 14 جانفي لقينا يساريين في الشارع ولقينا إسلاميين في الشارع يدافعوا عن الديمقراطية. هذا يعني أن المجتمع التونسي تطور، الحركات السياسية تطورت، الفكر السياسي تطور كثيرا، وخرجنا من منطق أن الديمقراطية بدعة أو مؤامرة إمبريالية إلى الديمقراطية ضرورة لبناء المجتمعات المستقرة والقوية.